خلينا نشوف الدنيا فيها ايه يا برج الجدي، وان شاء الله ليك كل خير. خلينا نقول ان هيكون عندك سيطرة تامة 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 على مشاعرك وامورك المادية. هتقدر تظبط امورك، هتقدر تظبط مصروفاتك، في فلوس كتيرة جاية لك او في رزق كويس وحلو قوي جاي لك. هيغير حياتك كلها ويحسن من وضعك ان شاء الله. ايامك اللي جاية كلها هنا وسعد يا برج الجدي. يمكن شوية انت ملخبط، شوية متبرجل، شوية ان انت مش عارف تظبط الاداء، بس ان شاء الله بقدوم شهر 6 الدنيا كلها هتتغير، الدنيا كلها هتتغير معاك. بالنسبة للمنفصلين والمبتعدين عن الاشخاص اللي هم مرتبطين بيهم او اللي حصل بينهم طلاق، ففي رجوع وفي صلح بأمر الله. إن شاء الله ليكم صلح وإعادة بناء من أول وجديد، وإعادة تعارف من أول وجديد، وبعد تام للمشاكل والحاجات اللي كانت بتسبب لكم مشاكل هتتحسن إن شاء الله، وهتشوفوا حاجات كتيرة طيبة وعلامات كتيرة ودلائل هتجيلكم وهتدلكم على الخير وتروحوا له فين وتعملوا إزاي. تمام؟ بالنسبة للحبيب اللي بعد بعيد واخد جنب وقاعد لوحده ومش بيكلمك وعامل بلوكات وقافل على نفسه وبيضايقك وبيعصبك بالحركات دي جدا، فهو ان شاء الله هتظهر له بادرة امل كده، وهيتكلم وهيسحب ناعم وهيبدأ تاني يعيد العلاقة من اول وجديد. بالنسبة لبعضكم او اللي هم قايمين على شغل او بيعملوا عمل حسابي او عمل تجاري في شغلهم، فان شاء الله في ترقيات وفي علاوات ان شاء الله. كمان بالنسبة للاشخاص اللي عندهم قضايا او محاكمة او حاجة مؤجلة عند الحكومة، يعني جهة حكومية هو مقدم فيها طلب على حاجة او كده وكان متأخر، فان شاء الله هيجيلكوا الرد ان شاء الله بالقبول، وهتكون حاجة كويسة جدا. في طاقة استشفاء رهيبة رهيبة ليكم وللي بتحبوهم إن شاء الله، وربنا هيبعد عنكم أي حاجة وحشة في الفترة دي، فترة من أول 6 لنص 6 إن شاء الله. إن شاء الله يا رب هتكونوا في أتم صحة، وهتكون صحتكم كويسة، وهتكون في مجريات للأمور حلوة جدا هتخليكم تحسوا بالسعادة والتفاؤل للأيام اللي جاية بعد القفلة اللي احنا فيها. مش عايزة أقول ألوان عليها، بس بعد القفلة الفظيعة اللي احنا فيها، بعد وقف الحال بشكل أو بآخر اللي احنا بنمر بيه في الفترة دي بسبب الكورونا، فهيحصل انفراجة، هيحصل استقرار كده وإحساس شوية جزء من الأجزاء بالأمان. هيكون في تغيرات كتير، تغيرات كتير حواليك في الاوضاع اللي حواليك، يعني ناس كانوا كويسين هيبانوا على حقيقة، يعني هيبانوا على حقيقتهم ان هم ما كانوش كويسين، ناس كانوا وحشين جدا وانت كنت معتقد فيهم السوء دايما هيبانوا ان هم دول اللي هيقفوا جنبك، لان في محنة بسيطة كده هتمر بيها وهتغربل لك الناس كلها من حواليك يا برج الجد. هتشوف مين اللي معاك ومين اللي ضدك، وتشوف الايام اللي جاية فيها اخير، فما تقلقش ابدا يا برج الجد، اللي جاي لك كله خير ان شاء الله. خلينا نشوف قراءة برج الجدي للمنفصلين بالذات تحديدا، خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين ايه النظام عندهم. احنا كده قلنا العامة، وخلينا نشوف الخاصة المحددة. بعض الأشخاص من برج الجدي واللي تم الانفصال عن حبايبهم، حبيبك قاعد سوري يعني زي الصنم، ما بيحاولش ياخد اي خطوة، ما بيحاولش ان هو يستعجل، ما بيحاولش ان هو يجي ولا يقول، هو تقيل جدا، شخص تقيل جدا، كتوم جدا. المسألة دي يمكن تكون سبب انفصالكم عن بعض او سبب بعدكم، لانك انت بجد كنت بتعاني من النقطة دي، فهو بيفكر جديا ولكن ما بياخدش اي خطوة، والمفروض ان هو طالب منك ان انت اللي تاخد الخطوة وان انت اللي تاخد خطوة الرجوع. فانت بقى في الحالة دي اللي تقدر ان انت تحدد، والله لو انت هتقدر تاخد الخطوة دي وانت اللي تروح وانت اللي تبدأ بالسلام وتبدأ بالصلح، اوكي تمام، هتبقى تمام وهتمشي عسل قوي. طيب لو انت رافض تماما الفكرة وانا مش هرجع للشخص ده تاني، اذا ابدأ حياتك من اول وجديد، لان في بدايات جديدة وفي امل جدا في بدايات جديدة، وهتكون سعيدة ومختلفة تماما عن العلاقة الاولانية.
وبجد هتكون مجال كبير للسعادة والهنا. بالنسبة للي هما دلوقتي قاعدين على المحك، حاسين ان الدنيا كلها قافلة معاهم، مفيش حركة، مفيش رجوع، مفيش صلح، الدنيا كلها مقفلة بقالها فترة، فخلاص ان شاء الله في انفراجة وفي فتحة، هيعدي منها النور وهيفتح لكم طريق جديد لبكرة اسعد. تمام، ده بالنسبة لحبايب المنفصلين والمطلقين. بالنسبة لحبايبي العزاب او متأخرين الزواج، بالنسبة لهم بنقول ايه؟ بنقول بالنسبة لحبايبي بالذات المتأخرين في الزواج، اسفة جدا بس بسبب الموتوسيكل ده، بس خلونا مع بعض. حبايبي المتأخرين في الزواج، كان حصل في فترة من الفترات ظهور لحبيب وحسيته ان هو ده اللي معاه الامان والسلام والحب وكل حاجة، لكن بعد فترة اختفى او حصلت مشكلة فاختفى. الشخص ده راجع تاني وعايز ان هو يتواصل معاكم وعايز ان هو يرتبط بيكم. بالنسبة لحبايبي غير المرتبطين من العزاب، ما توقفش محتار كتير، قدامك كذا علاقة وانت محتار بينهم، تاخد انهي وتسيب انهي. تمام، الحيرة دي ما منهاش اي جدوى، لانها مش هتأدي لك لحاجة لقدام او هتأدي بالعلاقة لقدام، لا بالعكس هتخليك واقف مكانك ومنتش عارف تروح فين، وهتقعد لفترة طويلة ثابت على المقدار ده. طبعا لا، لازم ان انت تركز على امورك العاطفيه بالنسبه للعزاب، وكمان ان شاء الله امورك العاطفيه ان شاء الله هتكون ماشيه وتمام الايام اللي جايه. اهم حاجه الغي قانون الحيره، الغي من عندك قانون الحيره، ما توقفش دايما متحير بين شيء وشيء، لا اختار اختيارك في كذا طريقه علشان تثبت لك ان اختيارك صح. اولا السؤال في ناس موثوقين منهم عشان تعرف اذا كان الشخص ده كويس ولا لا. كمان تعرضوا كده لكام تجربة علشان تضمن رد فعله، وكمان ان انت تستخير ربنا، وطبعا استخارة ربنا دي مبدئيا وهي اول حاجة. خلاص، خلينا نقول في عندكم بناء وفي عندكم زواج او تقدم لزواج او تأسيس حياة جديدة بالنسبة للمتأخرين في الزواج. بالنسبة للعزة، يا رب تكون من حظكم من نصيبكم وتكون ايامكم اللي جايه احسن. ما عنتش بطول في الدعاء، اهو الناس اللي زعلت مني علشان بطول في الدعاء، فانا هو ما عنتش بدعي. وما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، هتلاقوا زرار تحت احمر دوسوا عليه وفعلوا كلمه الكل او الجرس علشان خاطر يوصلكم كل جديد واول اشعارات تنزل لنا معانا فيديوهات كتيره حلوه في الايام اللي جايه. تمام، عايزين نشوف بقى بالنسبة للمرتبطين او المخطوبين او الناس اللي في علاقة حب، ايه الحكاية وايه الدنيا، الحبيب ماله، شوية بيجي وشوية بيبعد ليه. عايزين نقول ان او الزوج ليه مشاعره متلخبطة، ليه معاكي مش ماشية ظبط، يعني زي ما احنا بنقول. فخلينا نقول ان في بعضكم عندكم بالفعل علاقة ثلاثية، او الزوج او الزوجة، يعني الطرف الثاني في حياتك، اذا كان زوجك فهو زوجك في علاقه ثلاثيه، الزوجه طبعا مستبعد الفكره دي ولكنها بتحصل. فخلينا نقول ان في حياتكم حد علاقه ثلاثيه، وده مسبب لكم الم وتعب ومشاكل ودايما خناقات في البيت، ما ينفعش كده، من النظام مش نافع. ولكن انتم مرتبطين جدا، الشخص اللي مرتبط بعلاقه ثلاثيه ده ما هوش قادر يسيبها ومش قادر يفك حباله منها، ودايما انتوا حزانه او من جوه حاسين بالتاثير ده. في بعضكم بيحاولوا اشخاص معينين يفضلوا يزنوا على ودانكم علشان خاطر تنفصلوا او تبعدوا عن حبيبك او تبعد عن حبيبتك او زوجتك. فطبعا في كتير ناس بتحب ان هي تتكلم، بتحب تصطاد في المايه العكره زي ما بيقولوا، ودايما بيلجأوا ان الزوج ظروف وحشه، طيب اتطلقي وشوفي جوازه تانيه، او انت مراتك مش بتساعدك، لا اتطلق وشوف لك جوازة تانية تساعدك وتكون واقفة جنبك وكده. الامور دي كلها ما ينفعش تتاخد بالشكل ده، يا ريت هم الدنيا ماديات، ما كانش حد تعب، اللي يلاقي زوج وزوجة صالحة واشخاص طيبين وبيستحملوا معاه يا ريت ما يسيبهمش ابدا ويثبت فيهم بايديهم واسنانهم، لان ده عملة نادرة في الزمن اللي احنا عايشين فيه. تمام،
عايزين نقول ان كمان المرتبطين من برج الجدي في ماديات كويسة معاكم وهتتصلح زي ما احنا قلنا قبل كده، والماديات دي هتكون سبيل من سبل اصلاح الحياة الزوجية او الحياة العاطفية معاكم مع الاشخاص اللي انتم مرتبطين بيهم. هتشوفوا هنا كتير، هتشوفوا سعد كتير. شهر ستة او بداية شهر ستة هو بداية ناجحة جدا لبرج الجدي. بتمنى لكم كل الخير وكل السعادة. بحاول ما اطولش في الفيديوهات علشان خاطر اصحاب الباقات والوقت اللي احنا فيه والنت صعب جدا على كل البلاد. بحبكم جدا، بحبكم دايما في الله. بتمنى لكم كل جديد وكل حياة سعيدة تحصل لكم.